شوفي انا بحكي الحقيقه بصراحه، ما بيزعلوا مني، بيعرفوني اني انا بحكي هيك. شو له حوار حوار، بس شيام الحوار انا كنت شريك بطاوله الحوار. نعم. وبلشت بالمرحله الاولى كنت دوّن، بعدين اكتشفت الاخره بعيده بطل دوّن، وبالاخر هذا كله ورق يضاف. الحسم لمصر ليش؟ لميزان القوى. ميزان القوى ما عم يسمح لفريق انه يعمل شيء، فهذا بيقول لك تعال على الحوار بيكسب وقت، هذا بيقول لك ما بروح على الحوار بيضيع وقت. بس كله بالاخر تضيع وقت. نعم. كله بده يضيع وقت يعني. ليه؟ لانه مساله في خطوره، بخطوره رئاسه الجمهوريه، بدل ما نحن نبتدع نخترع اسم ونعمل رئيس جمهوريه، ناطرين ليقولوا لنا هذا هو رئيس الجمهوريه تبعكم. بيصفوا دول النواب تبعونا هي عن سعاد، عباره عن سعاد بريد. وبصراحه انا مش معتزيت بحياتي بشيء على قد اني انا مش نايب، لانه بشرفي ما كان لي عين امشي بالطريق. لانه بتعرفي شو، مش نص ولا ملحم خلف، على الاقل قابض حاله ومصدق وله 500 يوم نايم بالبرلمان. وامبارح اجى لعندي بذكرى ال 500، مش اللي هي ذكرى ال 500، قلت له ما تاخذني والله لو كنت انا محلك ما بعمل. طب بس من جهه تانية هيدا السجال اللي صار بين الرئيس مئاتي والرئيس السنيورة، هيدا واضح انه شوفي صدفت اني انا سمعت هالشيء وانا وجاي لعندك. ما كان معي خبر، وحتى سالته للرئيس السنيورة قال لي انا ما رديت على الرئيس مئاتي، انا قريت شيء كاتبه سركيس نعوم يقول انه انا كنت اعمل هيك، انا ما كنت اعمل هيك. بس هلا هو بيقول لي كلام انه عمي انا مش هختلف انا ونجيب مئاتي، نحن في منصه اسمها منصه رؤساء الحكومه السابقين. نعم. هيدي موجوده ومش حتخلى عنا، واوقات ياما بيصير في خلاف، يعني مثلا انا ياما بختلف انا وبعض السياسيين، كنت اختلف انا الوزراء، واجا وقت اختلفت انا وحبيبي رئيس الحكومه تمام سلام، ولكن انا بالنسبه لي يعني هو من احسن الناس اللي تعاملت معهم بحياتي. بيحدث هذا الان، لا يعول لنا احد على هذا، يعني ما نقصر، نعتبر احنا مرور يعني، كان امرا كان يجب الا يحدث. طيب بس انت وين مع اي وجهه نظر؟ يعني هل ترى فعليا انه الرئيس ميقاتي يسلم قرار السلم والحرب وقرار الدوله كلها الى حزب الله، في حين انه رد امبارح الرئيس ميقاتي على رئيس السنيوره انه ما انت استخدمت نفس المنهجيه بال 2006؟ طيب رواند، الاربع الماضي يمكن مثل اليوم، امتي اخر مره كنت امتي استقبلتي لتوفيق سلطان؟ الاحد. طيب انه ما قصر بحق رئيس بدك تعادل. انا بصراحه انا اكون ما يلي، وهذا الكلام ان شاء الله يكون عم يسمعني، ان شاء الله يكتبوا لي ويوصلوا لي. رئيس ميقاتي هو الان اساس بقاء الدوله اللبنانيه. هلا اللي يسمعني بيقول انه انا من انصاره الاشداء، انا ابدا لست من انصاره، ولكن بحكم الدستور ما تبقى من هذه الدولة ماسكه بإيده. مثله كمثل حامل جرة وعم يسقي فيها العطاش، إذا كان حيزيدوا عليه بيقول لهم بترك الجرها، سيادة كلهم بيتأدبوا. هو ما عم يفرجيهم إنه هاي الجرة أنا ممكن أتركها، سيادة بيصير الناس بتتأدب وتعاطى معه كما يجب أن تعاطى، أنه هو ما تبقى من هذه الدولة. لذلك أنا أقول له أنت ما تبقى من هذه الدولة، وأنت مركز هذه الدولة، وأنت خطيت خطوة كتير منيحة أنه تخطيت مسألة أنه حكومة تصريف أعماله وبيقضيك الحدود عم تتصرف وبتعمل مواعيد دورية لمجلس الوزراء وبتاخذوا قرارات وكل شيء. أنا لك أنك تأخذ قرارات، بس هذا بغطاء من الثنائي الشيعي، يعني اي مواجهه مع الثنائي الشيعي كمان يفقد هذا الغطاء، وبالتالي كمان يفقد استمراريته. يا حبيبتي يا مدام رواند، انا هلا لك شيء، ما في حدا بيغطي ببلاش، كل واحد بيغطي الثاني بمقابل. الثنائي الشيعي بيغطي نجيب ميقاتي لانه بقى له مصلحه ينكشف وتروح الدوله، اذا لازم يفهم الشيء نجيب ميقاتي انه هيدي مصلحه متبادله. اللي بيعرف تبادل المصالح بيعرف يوازن وياخذ قرارات. الان الرئيس ميقاتي هو بحاجه يمارس سلطته
كاملة بغض النظر أنه في رئيس جمهورية ولا لا، لأن هذه الحكومة تحل محل رئيس الجمهورية. وأنا قعدت سنتين ونص تقريبا، واحد على 24 رئيس جمهورية، مارسنا كما يجب كنا نمضي المراسيم جمهورية. رئيس مئاتي ونعين وكل شيء، رئيس مئاتي بده يفرجيهم الدولة موجودة، ولا أنا بدي خاطبه ونجده قدام الناس كلها سوا. من مدي زميلنا الوزير سمير الجسر عمل مشروع قانون لتعديل قانون معرض طرابلس، معرض رشيد الكرامي الدولي، وأقر بمجلس النواب ونشير هذا حتى يصير المعرض حر ويعطي كل الرندمون تبعه والناس تستفيد منه. بده مجلس إدارة. أنا ما بقيم أي اعتبار لأي كلام قدام أنه المعرض يشتغل بعي مجلس إدارة. شيء تاني، المنطقة الاقتصادية الخاصة، لما استقالت أو لما عينت الوزيرة ريا الحسن وزيرة داخلية، هي كانت رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس، راحت لحد ألا ما عينوا مجلس إدارة. طيب هذا بسموها للمنطقة الاقتصادية الخاصة جبل عالي تبع لبنان، طيب ليش ما بتعين لها؟ جيب مجلس، واللي ما بده يصطفل، واللي ما بده يشتغل له بكسر لكم الجرها. انت اللي بايدك القصه، مش انت بتبتز، انت فيك تبتزهم كلهم اذا بدك تبتزهم، بس مش لصالحك، لمصلحه الدوله. هذا الكلام اللي انا عم اقوله. وبالتالي انا بصراحه انا ما بفوت بدهاليز جدالات ويختلفوا مع بعضهم، انا بحكي الحقيقه مثل ما هي، انا ما بحكيها بطريقه الفجي، بحاول اني لطفها بس بقولها مثل ما هي. نعم طيب، بس كمان بمطرح تاني الله يعينه الرئيس مئاتي، على اعتبار انه بعض القرارات اللي عم ياخدها يعني عم بحاول يرضي فريق بيقوم عليه فريق اخر، وتحديدا موضوع التعويضات على بعض اهالي شهداء الجنوب. شفنا كيف قامت قيمة القوات عليهم، وانه هيدي حرب تعالى حزب الله. شوفي هو يغطي هذه الطاولة. ريزون ديتا مين بيقرروه؟ الحكومة بتقرروه، ما هيك؟ خلي الحكومة تقرر، بقول أنا متسلح بالحكومة. أي شيء مش كل شيء بتاخذيه حيوافقوا عليك للناس، أصلا كل شيء حتاخذيه حيختلفوا عليك للناس، بس لما بتشوفي وين أنت مصلحة الدولة وبحكم وجودك أنت بالحكم، أنت بتاخذي قرارك وبتقولي إنه هذا قرار الدولة.